جولتنا عبر الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الجنوبية نستهلها من الأرجنتين، حيث رجحت الجريدة الإلكترونية إنفوباي أن يوقع الرئيس ألبرتو فرنانديز مرسوما طارئا ينص على فرض قيود صارمة على دخول السياح إلى البلاد من أجل كبح الموجة الثانية من فيروس كورونا. اليومي أضافت أن المرسوم ينص أيضا على تقليص عدد الرحلات الجوية الدولية ومراقبة عودة الأرجنتينيين من الخارج ونشر قوات الدرك على طول الحدود مع البرازيل وبوليفيا. وإلى كوريو برازيلينسي التي توقفت عند المسيرة التي نظمها أمس الأحد ببرازيليا أنصار الرأي جاير بولسونارو للتعبير عن دعمهم للحكومة ورفضهم لقرار تمديد إجراءات الإغلاق وحظر التجول في المقاطعة الفيدرالية. وانتقد المتظاهرون أيضا القضاء لا سيما المحكمة العليا التي منحت حكام الولايات صلاحيات اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة وباء كورونا. ونختتم جولتنا من كولومبيا، حيث أفادت الكولومبيانو بأن سكان مدينة كالدونو الواقعة بجنوب البلاد طلبوا مقاتلي المجموعة المسلحة المنحلة فارك والدولة الكولومبية بتحمل مسؤوليتهما في النزاع المسلح وتعويض الضحايا. وكان سكان هذه المدينة ضحايا لأكثر من 248 عملية مسلحة نفذتها حركة فارك المتمردة بين عامي 1997 و2014.